إعلان براءة المتهم عمر محمود محمد عثمان أبو عمر لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه والإفراج عنه فورا. عمر محمود عثمان أو كما يكنى بأبي قتادة الفلسطيني، وبعد معاناة أعوام طويلة قضاها بين السجون البريطانية والأردنية، الآن بين أهله في بيته، حيث برأته محكمة أمن الدولة من كافة التهم الموجهة إليه. أبو قتادة كان متهما بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 والصادر من مجلس الأمن الدولي، والذي صدر عام 1999 ويختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان. اعتقل أبو قتادة في بريطانيا عام 2005، وفي العام 2007 صدر قرار بجواز تسليمه إلى الأردن بعد الحكم عليه بالسجن 14 عاما. قدم استئنافا ضد قرار المحكمة وكسب القضية، مستندا إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني وأيضا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعد مفاوضات بين الحكومة الأردنية ونظيرتها البريطانية، تمخضت عن توقيع الأردن على اتفاقية تضمن لأبي قتادة محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية تسلمت عمان العام الماضي أبا قتادة. استمر توقيفه لأكثر من عام، تم خلاله عقد العديد من الجلسات لتنتهي إلى براءته في قضية أولى قبل نحو شهرين، ليأتي قرار براءته في 24 من أيلول نهاية لفصول حكاية السجن والملاحقات والاتهامات بالإرهاب. المحامي الدكتور غازي ذنيبات أكد بأن القرار يعد نقطة لصالح محكمة أمن الدولة والقضاء الأردني، حيث أحقت المحكمة الحق وحكمت بالبراءة على من لم يرتكب أي جرم مما اتهم به. في ختام هذه المعركة المحاكمة اللي مرنا فيها خلال سنة كاملة من جلسات القضايا الثنتين، استقرت المحكمة وقضت اليوم بقضائها النهائي ببراءة المتهم من التهم المسند إليه في قضية الألفية وفي قضية الإصلاح والتحدي كانت قد قضت سابقا. فالحمد لله اليوم اتخذنا القرار النهائي، وهذه صفحة مشرقة في جبين القضاء محكمة أمن الدولة في هذه القضية تحديدا، حتى لا ذهب بعيدا في هذه القضية تحديدا، يعني تبقى صفحة مشرقة في جبين القضاء الأردني، أنه فأخيرا عادت بعض الثقة أنه الإنسان ممكن ينال حقه وإن كان متأخرا. وعن دعم مالي تلقاه أبو قتادة من أي جهة كانت، قال ذنيبات إنه حتى كمحام لم يتلقى أي مبلغ مقابل المرافعة عن موكله، مع رفضه لجميع التكهنات والتحليلات السياسية والتي تحدثت عن صفقة سياسية مقابل الإفراج عنه. ما فيش أي جهة ثانية ولا توجد أي جهة داعمة، لدرجة أنه لما احتجنا نترجم بعض الأوراق ما تلقينا مساعدة إلا من محاميته في بريطانيا. فيما يتعلق بأتعاب، حتى نذهب بعيدا، أنا لم أتقاضى أتعاب فلسا واحدا في هذه القضية، لا بل أنفقت بعض المصاريف على القضية من خلال رسوم الوكالات وما إلى ذلك. لم يبقى أمام المحكمة إلا أن تعلن براءته، لأنه الآن القضية ما عاد لها أدلة، ما عاد لها سند تستند إليه أصلا. فالحمد لله أخذ قرار البراءة بجدارة وليس بأي اعتبار آخر. يردد الإخوان الصحفيين ونسمع كثيرا أنه بأسباب سياسية وأسباب كذا، مش صحيح. موكلي حصل على البراءة لأنه ثبت أنه بريء من التهم المسند إليه بكل الطرق القانونية المعتمدة. نهاية لقضية لاقت صدى عالميا وتم توقيفها واستئنافها عدة مرات، ليصار إلى تبرئة متهم قضى الكثير من سنوات عمره متنقلا بين السجون من جميع التهم والقضايا التي وجهت إليه. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.